صباحكم سعيد مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموجز من تلفزيون النهار، والبداية بالعناوين. في أول زيارة لمسؤول حكومي إلى الولاية منذ الثمانينات، الوزير الأول عبد الملك سلالة اليوم في تيزي وزو. فرقة الدرك الوطني لحمام بغرارة بولاية تلمسان تحجز 7.5 قنطار من الكيف المعالج قادمة من المغرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. يقوم الوزير والأول عبد الملك سلالة اليوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو، تعد الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم قبل 14 سنة. ولو أنه زار تيزي وزو بصفته وزيرا للموارد المائية، حيث سيطلع على مدى إنجاز وتقدم عدة مشاريع اقتصادية واجتماعية. المزيد في موضوع ياسين باباسي. في زيارة رسمية لعاصمة منطقة القبائل، الوزير الأول عبد الملك سلال في تيزي وزو رفقة وفد وزاري متكون من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قبلية، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، وزير النقل عمار تو، ووزير الموارد المائية حسين نسيب. هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها منذ سنة 1984، وتعتبر آخر زيارة رسمية لرئيس الحكومة، هي زيارة سيد حمد غزالي. وآخر رئيس زار الولاية بصفته رئيس للجمهورية هو المرحوم الشاذلي بن جديد في الثمانينات، حيث أنه لم يسبق لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ابن هذه المنطقة أن زار ولاية تيزي وزو طيلة السنوات التي قضاها على رأس الحكومة، باستثناء تلك الزيارات التي تدخل في إطار الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رغم أنه قام بعدة خرجات ميدانية لعدد كبير من الولايات، مثله مثل خليدة تومي ابنة المنطقة التي لم تزر الولاية منذ أن وطأت قدماها مبنى وزارة الثقافة إلى اليوم. هذا وستجد سلطات ولاية تيزي وزو نفسها في حرج بسبب شح المشاريع التي ستعرض على الوزير الأول، حيث سيتفقد مجموعة من المشاريع المنجزة على مستوى ولاية تيزي وزو، إضافة إلى تدشين نفق بالطريق الوطني رقم 12 على مستوى ودعيسي، كما سيتفقد مشروع إنجاز الملعب الجديد، وسيعطي إشارة انطلاق مشروع المدينة الجديدة ببخلفة، وتشغيل الخط الذي يربط ولاية تيزي وزو بطريق السيار شرق غرب. وبقراره زيارة ولاية تيزي وزو، يكون السلال قد كسر حاجز عزوف من سبقه في هذا المنصب عن زيارة الولاية، لتبدأ مرحلة جديدة تغلب فيها المصلحة العامة على كل الحسابات الضيقة أمام موعد اسمه المضي قدما. قلل منسق المكتب السياسي للأفلان عبد الرحمن بالعياط، والذي يواجه أزمة داخلية عاصفة، قلل من حظوظ التيار الإسلامي في الرئاسيات القادمة، مؤكدا استحالة وصول إسلامي والجزائر إلى سدة الحكم، وهذا أسوة بما جرى في مصر وتونس، معتبرا أن سقوط الإخوان في مصر رسالة مشفرة للإسلاميين بالجزائر. أحمد حفصي رصد التالي. كما راني نشوف الحالة تمشي في مصر، ما نظنيش باللي بزاف الناس راحين يتبعوا الأوهام هذه اللي شعارات هو قضى عليها الزمن. وش اللي صرا في تونس؟ وش صرا في ليبيا؟ على الأقل احنا درنا تجربة تحتمت علينا، قاسينا منها كثير، واللي متسبين فيها وراحوا للإرهاب وراحوا للتطرف نذكروا احنا الشعب فيهم. حجزت عناصر فرقة الدرك الوطني لحمام بغرارة في ولاية تلمسان أمس الاثنين، حجزت كمية 7.5 قنطار من الكيف المعالج قادمة من المغرب. وذكر المصدر أنه بناء على معلومات أوقف الدركيون في منتصف الليل و25 دقيقة أوقفوا سيارة نفعية عند نقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 35 بين حمام بغرارة والرمشي. وأسفر تفتيش المركبة على اكتشاف 7 قناطير و50 كيلوغرام من الكيف المعالج، مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه القضية. تسبب فرار الموظفين من مقرات عملهم والخروج المبكر للبعض منهم في تعطيل مصالح الكثير من المواطنين وقضاء مصالحهم الإدارية، حيث يتحجج الموظفون بالصيام إضافة إلى التعب والإرهاق، وهو ما أدخل المواطنون في دوامة من الاستياء والغضب. الزميل هشام شريف رصد التالي. تشهد مختلف الإدارات نقصا فادحا في الخدمات،
بسبب الخروج المبكر للموظفين، فبعد أن أرق الانتظار الطويل للمواطن قبل شهر رمضان جاء عذرا آخر اتخذه الموظف سببا للتماطل في عمله. دوكا باش نصوروا دوك التصاور هنا عندنا باش نصوروا، يقول لك استنى هنا بعد دوكا واحد الورقه عاودناها وجينا، قال لك زيد استنى بالواحد يقعد ساعه باش يخرج، ما فهمناش لا كان غاشي من ما على باليش مكتوب عندك واش كاين هكذا تستنى هكذاك غاشي اكثر من العمال. من 10 ونص وانا لهنا ما كاين والو، ما كاين حتى واحد سما بروبليم، ما كاين حتى واحد يجي لك يقول لك كاين بروبليم لك شعب ساوي، لا ما على باليش كيفاش، المهم في رمضان يسعفوا الحاله ما باش يجوزوا الغاشي ولا، مخرجين فينا صراحه والله بزاف قاعد. رغم أن مختلف الإدارات العمومية غيرت من توقيت عملها خلال شهر رمضان واعتمدت توقيتا يتناسب مع هذا الشهر، إلا أن البعض من الموظفين لم يحترموه. ساعتين الواحد يكملوا ما يهموش فيك، هو تريح حتى لساعتين ثلاثة حتى العشية ما يهموش، هو يخدم ساعة ساعة ونص ويروح، مش مديرين في حسابهم باللي احنا رانا نخلصوا فيهم، دولة تخلص وحنا نخلص. يعني واش راح نقول دوك العلم لله، دوك واش نقول خويا أنا كذب على خويا، أنا وين وصلت؟ لو كنقول لك مشغول ولا راه مسكيفي ولا لا خل عالم ربي. يبقى المواطن هو من يدفع ضريبة التماطل والتأخر في استخراج وثائقه الإدارية، رغم أن أجر الموظف مدفوع من الخزينة العمومية. مع ارتفاع حرارة الصيف وطول ساعات الصيام تشتد ظروف عمل بعض الفئات خاصة العاملين بالمخابز والأفران العالية الحرارة. أمين ونسيم عاملين بمخبزة ومحل حلويات في ولاية جيجل يستيقظان باكرا للالتحاق بالمخبزة ويبدأان في إعداد وصناعة قلب اللوز والبريوج، ويستمر عملهما لساعات متأخرة من المساء في ظل حرارة الفرن شديدة، ما يتطلب منهما الصبر والتحمل للحصول على لقمة العيش. اللي ما عندوش كنعطيه الحمد لله، وربي تيرزقني وتيعوض لي وتيخلف لي الشيء اللي كنمدو، ولهذا يعني الناس يحبوني بزاف، والحمد لله راني ماشي مع الشعب على احسن ما يرام، يحبوني ويجيني من كل بلاصه من الكرار من سكيكدا من كل حل من كل بلاد يجيوني. بمناسبه شهر رمضان نتمنى شهر كريم لكامل الشعب الجزائري، بمناسبه كلب اللوز ما يخص كلب اللوز، حنا مع عمي يوسف المعلم تاعنا مده 10 سنين خدموا معاه، احترمنا نحترموه نضافة في كلش. أضحت الطرقات خلال شهر رمضان مسرح لحوادث المرور، إذ يسجل ارتفاع في ضحايا إرهاب الطرقات وسببه الإسراع من أجل الوصول في الوقت والإفطار في المنزل. الزميلة مريم حيوي عدت التالي. السرعة المفرطة، عدم احترام إشارات المرور، وأسباب أخرى منها التجاوزات الخطيرة، كلها تؤدي إلى وقوع حوادث مرور مميتة خاصة ونحن في شهر رمضان المعظم، فمعظمها تحدث في ساعات قليلة قبل الإفطار. نورمال سي نورمال، لافيتاس كاينة والناس مقلقة، سيرتم جوية المغرب هاي كاينة شوية الحماس هذيك تاع السرعة، يحبوا يدخلوا بكري للديار. ديما نتلخى هذيك قبل رمضان نشوفوا الطرقات الجزائرية وكاينة شغل حلبة سباق، يعني شغل تلقاهم قاعد يمشوا جوسكا 80 كيلومتر الور، يعني بسرعة فائقة، وجينيرال حنا في شهر رمضان أغلب حوادث المرور لقوهم في هذيك الساعة الأخرى قبل المغرب. منذ اليوم الأول لشهر رمضان سجلت مصالح الحماية المدنية على مستوى التراب الوطني أكثر من 50 حادث، الرقم الذي يبين مدى خطورة الأمر وعدم احترام السائقين لقانون المرور. أما حصيلة حوادث المرور منذ بداية الشهر الكريم حصيلة جد مرتفعة بأكثر من 50 حادث مرور، 53 حالة وفاة و105 جريحة بلا الطرقات في ظل 5 أيام. وفي أول أيام رمضان كان عندنا حادث مرور كذلك مميت في ولاية باتنا اللي خلف 3 وفيات و5 جرحى. التوقيت الزمني لحدوث هذه الحوادث المرور تبقى بين الساعة 3 و8، يعني 4 ساعات أو 5 ساعات قبل موعد الإفطار. لا تزال حوادث المرور تحصد أرواح الناس، ويبقى احترام قانون المرور الحل الوحيد لتجنب أي حادث. لا يحتكر تدرب للقتال ضد المحتل الإسرائيلي في الرجل الفلسطيني فقط،
بل حتى للمرأة نصيب في المقاومة المسلحة. ففي قطاع غزة تشارك فتيات جامعيات في عملية تدريب لحمل السلاح واستعمال القذائف راجين الشهداء في سبيل الله لتحرير الأرض من المحتل. مراسل تلفزيون النهار من غزة شعيب يوسف بعث بالتالي. إنها المرأة الفلسطينية المناضلة التي تقف دوما إلى جانب الرجل. كاميرا قناة النهار تجولت في أحد مراكز التدريب التابعة للفصائل الفلسطينية المقاومة جنوب قطاع غزة لنشاهد المقاتلات الفلسطينيات وهن يتدربن على حمل السلاح ويتعلمن الخطط العسكرية وكيفية إسعاف الجرحى من ساحات المعركة في ظل استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. أنا اخترت المقاومة عشان ما فيش فرق بين الرجل والمرأة. الرجل والمرأة لهم دور واحد، لازم يكونوا مشتركين في كلها عشان ندافع عن الوطن. يعني نقوم بتدريب الرفيقات المقاتلات، بنعطيهم أولا دورات إسعافات أولية، ثم بعد ذلك بندربهم على السلاح وندربهم على ضرب الهاون وتفجير الأبوات المناسبة. ليس غريبا أن نرى المرأة الفلسطينية تحمل السلاح، فهي ابنة شهيد وزوجة شهيد، وهن طالبات جامعيات التحقوا في هذه المراكز العسكرية مؤكدين أن الدفاع عن الأرض الفلسطينية لا يقتصر على الرجال فقط، الأمر الذي قوبل بالاعتزاز والرضا من قبل المقاتل الفلسطيني. نعتز ونفتخر أول شيء بأنه الرفيقات يكون جنبا إلى جنب مع الرجل. المرأة هي أخت الشهيد ورفيقة الشهيد وزوجة الشهيد وابنة الشهيد. هذا من أهم الأماكن اللي المفروض تكون المرأة الفلسطينية متواجدة فيها، لأني أنا أخت شهيد، زوجة شهيد، ابنة شهيد، فمن حقي أن أنا أدافع عن رسالتي، عن حق الفلسطيني، عن حق أرض المغتصبة لدى إسرائيل. رسالة هؤلاء المقاتلين والمقاتلات تؤكد على أن الكفاح والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين رجل وامرأة. شعيب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.